happened before. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة من قسم القلب في مستشفى عين شمس تخصصي جامعة عين شمس هنعرض كده عرض مختصر للجايد لاينز يوروبيان جايد لاينز للمانجمنت اوف هايبرتروفيك كارديوميوبثي. هيقدمها لحضراتكم الدكتور محمد عبد السميع مدرس في قسم القلب جامعة عين شمس. يعني هي الجايد لاينز يعني بصورة عامة في نقط أساسية ما كانش فيها أي حاجة جديدة قوي بالنسبة للسيرتيفيكيشن بالنسبة للكريتيريا في المانجمنت، بس في شوية تركيز على حاجات معينة. إن اتعمل ريسك جايد أو ريسك زي كالكوليتور كده معمول علشان خاطر أشوف الريسك أوف سادن كارديك ديث في العيانين، ده ما كانش موجود قبل كده. وبناء عليه برضو بيتحدد الديسيجن بتاع العيان وخصوصا تركيب الاي سي دي. برضو في ستريس في جايد لاينز اكتر على المانجمنت بتاعه الفيميلز اللي هم عندهم نيه للكونسبشن او للحمل، او ان احنا ازاي نتعامل مع اللي اوريدي فعلا بقوا بريجننت وهم عندهم هايبرتروفيك كارديوميوباثي. نمره واحده نتكلم عن الديفينيشن. هو طبعا بصفة عامة كارديوميوباثي أو برامري كارديوميوباثي هو أي ستراكشر أو فانكشنال مسل ديزيز في الهارت من غير أو without any presence of obstructive coronary artery disease أو abnormal loading condition. هايبرتروفيك كارديوميوباثي بالذات بيتعرف by the presence of increased left ventricular wall thickness that is not solely explained by abnormal loading condition. يعني من غير ما يبقى فيه مشكلة في الفوليوم اوفرلود او البريشر اوفرلود واضحه قدامنا يحصل ال في والثيكنس انكريز. هو ده تعريف الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. الابيديميولوجي بتاعنا هو للاسف بصفه عامه هنلاحظ طول ما احنا ماشيين ان مفيش عدد كافي من الراندمايز ترايلز معمول على الهايبرتروفيك كارديوميوباثي بصفه عامه، وده راجع لان لتوزيع الحالات بصوره سبورادك على انحاء العالم ومفيش منطقه معينه فيها كومبنسيشن للحالات، ومحدش بيقدر يلم عدد حالات كبير. يعني هو بصفه عامه الاستاديز اللي هي الدايفيرز الموجوده في كل انحاء العالم بتقول ان في بريفالنس اوف ان اكسبلند انكريز ال في والثيكنس في رينج من 0.02 ل 0.23 في الادلتس. في لوور ريتس اوف دايجنوزس في البيشنتس اندر 25 ييرز، وفي دوميننس شويه للميز. دي برضو كلها معلومات ما هياش مؤكده براندمايز ترايلز كبيره وكلها يعني مبنيه على الاوبزرفيشن. الاعداد دي معناها ايه؟ في المئات ولا في الالاف ولا يعني سمول نمبر؟ ايه المفهوم؟ ايه حضرتك قصدك ده سمول مين في هو حضرتك قصدك عليه؟ لا قصدي ان انت بتقول النمبر اوف ستاديز ما هياش بتشمل ناس عددهم كبير. يعني ايه هو العدد الكبير في وجهه نظرهم؟ يعني هو العدد الكبير هم مش يعني هو المكتوب مش محدد لاعداد معينه، بس هو دايما احنا واحنا ماشيين في كل يعني الجايد لاينز متقال ان يعني معظمها بناء على اراء اكسبرتس، معظمها بناء على سمول ترايلز على اوبزرفيشنال ستاديز، مفيش حاجه بروسبكتيف، مفيش حاجه معمول لها ديزاين مالتي سنتر. ايه اللي حاجات قليله جدا والله العظيم، في كتير جدا جدا من الجايد لاينز يعني ليفل فولنس بي او سي ليفل فولنس ايه مش كتير قوي في الجايد لاينز. الاتيولوجي يعني هو يعني يمكن من الحاجات اللي ما بيبقاش بتركز عليها قوي. هي معظم من الحاجات الاتيولوجيكال مبنيه على جين ميوتيشنز وعلى يعني وعلى سيستميك ديزيز. اشهر حاجه واكثر حاجه دوميننت 60% من الحالات السركمريك جي بروتين جين ميوتيشنز. دي ميوتيشنز في اكثر من جين انكودنج بروتينز في الميوكارديوم، اشهرهم البيتا مايوسين هيفي تشين ومايوسين بايندنج بروتين سي كارديك توربولين تي واي وتروبومايسين ومايوسين لايت تشين. ده بيبقى اوتوزومال دوميننت انهيرتنس، وهم دول الـ يعني اشيع حالات بنقابلها. في هم دول يعني جنرالي بيبقى ليهم باد بروجنوزس او ورس بروجنوزس، ومن ناحيه الهايبرتروفي سيفيرتي من ناحيه الميكروفاسكولار ديسفانكشن والميوكارديال فايبروسس، وطبعا البريفلنس بتاع السادن كارديك. الحاجه الثانيه الميتابوليك ديس اوردرز دول بيبقوا لما اوتوزومال ريسيسيف او اكس لينكد انهيرتنس اكتر طبعا بيظهروا في التشيلدرن،
اشهرهم طبعا الجلايكوجين ستورج ديزيز زي الاندروسين فابري ديزيز او الدانون ديزيز، وحاجات تانية مشابهه زي مثلا ميوتيشنز في الادينوزين مونوفوسفيت اكتيفيتد بروتين كاينيز. هنتعرف على شويه مانيفيستيشنز من الديزيز دي واحنا ماشيين في كلينيكال بيكتشر عشان نعرف يعني على حاجات معينه كده مميزه لكل واحد فيهم. يعني الحاجه الثالثه الميتوكوندريال كارديومايوبيتيز، ودي لما بتبقى اوتوزومال دوميننت او ريسيسيف او اكس لينكد، دي بتبقى ميوتيشنز في النيوكلير او الميتوكوندريال دي ان ايه. النيورومسكولار ديز اوردرز دي رير باستثناء يعني موجود بكثره البريفلنس بتاعه في الفيدرايكس اتاكسيا و اذر سكيليتال مايوبيتيز زي النيمارين مايوبيتي مثلا من الحاجات المشهوره قوي في الكونجنتال ديزيز. الحاجه الخامسه المالفورميشن سيندروم، حاجه زي النونان سيندروم او ليوبرت سيندروم اللي بيتميز بوجود بقى من الاستينوزز والنورمال جينيتاليا والريتارديشن اوف جروث والسنسوري نيورال ديفنس. الحاجه السادسه اندوكراين ديس اوردرز الانفنس اوف دايابيتيك مادر، ودي برضو في نوت معينه ان ممكن كمان الانفنس يحصل لهم او يتعرضوا للهايبرتروفي في البريفنت بتاعهم حتى مع الويت كنترول دايابيتس في المادر. في الادلتس ممكن نلاقيها موجوده مع الفيوكروموسيتوما والاكروميجيتي. في بعد كده بعض الادويه الدراجز الكرونيك يوز اوف انابوليك ستيرويدز التاكروليموس والهيدروكسيكلوروكين. التاكروليموس ده واحد من الادويه اللي هي بتشتغل على الاميون سبريشن، بياخدوها ناس كتير قوي بعد الجرافت ترانسبلانتيشن زي مثلا الرينال ترانسبلانتيشن او الليفر وخلافه. الهيدروكس طبعا كلوروكين ده انتي ملاريا دراج وموجود من زمان وقديم، ساعات بيؤدي الى انكريز وول ثيكنس لاكثر من 15 مللي كمان. دي اكوايرد كوزس للهايبرتروفي يعني ولا تعمل هايبرتروفي كارديومايوبيتي؟ اكوايرد كوزس يعني تعمل هايبرتروفي بس مش تعمل جريدينت وكده؟ لا ما يعني بص هو ده انكريز ماتل سيكنس، احنا بنتكلم عن انكريز ماتل سيكنس تمام، لكن السام وبقيه الكريتيريا لا طبعا يعني مش كده. الدياجنوز بصفه عامه هنتكلم احنا المفروض ان انا لما اجي اتكلم بقى بطل سيولوجيكال يعني وان انا لما اجي اشوف حاجه كريتيريا قدام عيني هو المفروض في الادلتس ان انا بصنف ان 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 معنى كلمه هايبرتروفيك كارديوميوبثي انكريز ال في وول ثيكنس في 1 اور مور سيجنلز عن 15 ملم تمام اوكي ان شاء الله حتى لو في 1 سيجنال ممكن كمان يبقى افكتنج الار في مفيش مشكله خالص. بالنسبه للتشيلدرن يعني هو المفروض ان بيبقى كل اريا وليها الستاندرد ديفيجن بتاعها، والمفروض ان انا لما يعني بتخطى دبل الستاندرد ديفيجن بتاع الويت ثيكنس بتاع ال في في الاريا دي او في البلد دي او في القاره دي او في الزون دي بيبقى انا كده دخلت في الهايبرتروفي. الاطفال ما لهمش ارقام معينه المفروض يعني الفيرست ديجري ريليتيفز انا ببتدي يعني يبقى الريليتيف بروت انتو اتنشن لما اوصل ل 13 او 14 مللي وعندي واحد فيرست ديجري ريليتيف عنده هوك او عنده هوك كارديو ابتدي لا انا انتبه يعني من اول 13. نبتدي نخش على النمبر 1 في حته الدياجنوزس، حته الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن دي هتبقى ليها علاقه اكتر بقصه الايتيولوجي اللي احنا اتكلمنا فيها تمام. يعني مثلا لو انا مثلا نتكلم على حاجه زي السندرومز اللي قلنا عليه مثلا زي الليوبارد سندروم، الاقي ان ممكن يبقى البيشنت عنده ليرنينج ديفيكولتيز او منتال ريتارديشن سنسوري ديفنس فيجوال امبيرمنت وهكذا. ممكن مثلا لو اتكلمنا على الماسل ويكنس ده بيبقى موجود اكتر في جلايكوجين ستورج ديزيز او في دراكس اتاكسيا، التوزيس برضو موجود في الليوبارد او في المايتونيك ديستروفي. يعني دي بتبقى ليها علاقه اكتر بالايتيولوجي والحاجات الجينيتك والحاجات السيستميك. لو جينا مثلا نتكلم على الريستنج وال48 اورز امبلاتوري اي سي جي، وهما الاثنين طبعا دول كريكومنديشن هما واخدين كلاس 1 ليفل اوف اس بي، ان طبعا لازم كل العيانين اللي تشك فيهم او يبقوا اندر دايجنوزس لازم كلهم يعملوا ريستنج اي سي جي و48 اورز مش حتى 24 اورز، لازم 48 اورز امبلاتوري اي سي جي. ماشي عندنا اكزامبلز برضو من الفايندنجز اللي احنا ممكن نقابلها وتدل لنا برضو شويه على الايتيولوجي. الشورت بي ار انترفل او الاول اي في بلوك دول ممكن نقابلهم في الناس اللي عندهم برضو جلايكوجين ستورج دي زي اندرسون فابري. لو عندي مثلا اكستريم ال في اتش ده ممكن يبقى موجود برضو في نفس الفكره زي دانون ديزيز. لو عندي لو كيو ار اس فولتج، وده طبعا على غير العاده ان احنا نشوف الناس عندها هوكم وعندها لو كيو ار اس فولتج،
ده ممكن يكون موجود لو انا عندي irregular distribution للال في وول ثيكنس وفي الناس اللي عندها اميلودوز. الحاجه الثانيه برضو ممكن طبعا الحاجه المشهوره في الابيكال هوكم في حاجتين، في اثنين كريتيريا الجاينت نيجاتيف تي ويفز دي بتميز الابيكال هوكم او الابيكال هايبرت كارديوميوباثي، والكوفد اس تي سيجمنت اليفيشن في اللاترال تشيست ليدز بالذات. دي حاجه برضو بتخليني اتجه ناحيه ان انا ابقى مركز لو الايكو في ابيكال انكريز الفيور ثيكنس. يعني الابنورمال كيو افز دي بتبقى موجوده لو برضو عندي ابنورمال او ريجولار ثيكنينج في الفيور ثيكنس. لما اجي طبعا اتكلم على الايكو وهو ده السنتر او هو ده الكورنر ستون بتاع الدياجنوز بتاعي، طبعا الايكو نمره واحد ال في وول ثيكنس ان انا طبعا بتكلم عليه. ال في وول ثيكنس لازم ان انا وانا بعمل ميجرمنت اعمل ميجرمنت في الشورت اكسس فيو ورا ستاند الشورت اكسس فيو، اتجنب ان انا اقيس في الرا ستاند لونج اكسس فيو لان ده ممكن يعني يدين اوفر استيميشن شويه، واحاول ان انا امسك سيجمنت سيجمنت ما افوتش ولا سيجمنت، لازم اشوف الثيكنس بتاعها. الميترال فالف طبعا اسسمنت طبعا اشهر حاجه والحاجه المميزه اللي هو السام او الهيستوريك انتيريور موشن بتاع الانتيريور ميترال فالف ليفلت، ويعني ودايما يحصل كونتاكت ما بين الانتيريور ليفلت والسيبتوم، وهي دي يعني الكونتاكت بوينت دي عندنا مهمه جدا بعد كده هنشوفها في العلاج بتاعنا وهنحدد العلاج. ممكن يبقى في انترنسيك ميترال فالف abnormalities لازم يبقى انا برضو عيني عليها لان دي برضو في العلاج هتفرق معايا، زي مثلا لو في مشاكل في البابيلاري ماسلز، لو في thickened بابيلاري ماسلز او مال بوزيشن بابيلاري ماسلز او دايركت انسرشن في الليفلتس على طول. لو الليفلتس نفسها فيها مشكله زي مثلا لو اليونجيتد او فيها مشكله برضو في المورفولوجي بصفه عامه، بيحصل دايما طبعا نتيجه الموشن بتاعت المايترال دي لازم يكون في مايترال انكومبتنس. المايترال انكومبتنس ده موستلي بيبقى ليه برضه كريتيريا معينه، يعني بيبقى مثلا بوستيريورلي دايركتد، ما بيبقاش سيفير، ممكن يبقى مايل ممكن يبقى مودريت، ما بيبقاش معظم الاحيان سيفير، عشان برضه انا اجي اخد في دماغي ان انا لو لقيت ان في سيفير مايترال جيرش وفي سنترال جيت لا ابتدي ابص ان يكون في انترنسك مايترال فالف ابنورمالتي فعلا هي اللي عنده مشكله. مش كل العيانين احنا لما بنيجي طبعا احنا المفروض الطبيعي ان انا لما باجي اقيس باسل ويف دوبلر على اكروس ال في او تي ان انا الاقي جريدينت، بس مش كل الناس بلاقي فيه ريستنج في حاجه اسمها ليتنت اوبستراكشن. الجريدينت المفروض باي ديفينيشن المفروض ان يعني بنام عدى 30 ملم مركري يبقى انا كده عندي مشكله، يبقى عندي مشكله، ولكن دايما الثريشولد فور intervention او treatment لو انا عديت ال 50، لو انا 50 ملم مركري او اكتر اكروس ال في او تي. طيب الليتنت ده انا ازاي بتعرف عليه؟ لو انا شايف ان في ال في او ثيكنس وشاكك ان انا شايف ان في سام قدامي، اول حاجه بطلب من العين ان هو يعمل فالزالفا وهو نايم. في فالزالفا مانوفر اتعمل ومفيش برضه increase في الجريدينت، اوقف العين واخليه يعمل برضه فالزالفا وهو واقف. طيب كده وكده الجريدينت ما زادش وانا شاكك برضه، بخليه يعمل اكسرسايز ايكو. هو يعني هي دي الموست فيسيولوجيكال ميثود ان انا اعمل اكسرسايز ايكو. طب ليه ما اعملش دوبيتامين؟ لا اتلقى ان هو مش فيسيولوجيكال، ولو عملنا دوبيتامين ايكو بنمس حالات كتير جدا، وكمان العين ما بيبقاش ويل توليريتنج القصه، يعني هو لو فعلا هو ترو هوكم ما بيبقاش ويل توليريتنج القصه. طب ما ندي نيتريتس؟ طب ما نفس الفكره، ما انا ممكن يعني ان انا لقوا ان النيتريتس لا ما بتديش، ان انا ممكن لما اقلل الافتر لود قوي ان ده برضو يدخل العين في سايد افكتس يعني رهيبه والعين يتعب مني وبرضو في الاخر ممكن ما اشخصش. فهو المفروض نمشي بالسيكونس ده، ان انا عادي ريست جريدينت ما فيش، يبقى بعمل بالزلفه وانا قاعد وبالزلفه وانا واقف واكسرسايز. طيب الهيستوريك والديستوريك فانكشنز طبعا دي روتين بارامترز انا يعني المفروض انا دايما ابقى شايفهم واعمل لهم فولو اب. الطبيعي ان العينين اللي هم في الاول لو انا بشخصهم في الاول يبقى طبعا نورمال هيستوريك فانكشن. في بقى بعد كده ليتر، وان طبعا الباثولوجي بيتضمن ان بيحصل ريسنت فايبروزس وممكن بعد كده يحصل اللي احنا بنسميه بيرنت اوت هارت، ان انا بلاقي بيحصل ثيننج للوول والفانكشن تبقى امبيرد، وده بعد كده طبعا بيحصل معاه ايه بور فانكشنز، فلازم يبقى كل ده متابع ومتشاف. الديستوريك فانكشنز برضو نفس الفكره، مهمين يعني برضو مهمه جدا ان انا اعمل ويل اسسمنت، وممكن يبقى الديستوريك فانكشن امبيرد قبل الديستوريك فانكشن. الكونتراست يوز دايما بلجأ له لو انا اكتر عاوز اشخص ايبيكال هوكم او شاكك في ايبيكال
بوكم او وانا بعمل سيبتال ابليشن بعد كده بالاكو. ده الجوريزم كده يعني بسيط عن طريق التشخيص بالاكو، ان انا بعمل اول حاجه دوبلر ايكو كارديوجرافي ادريس وبالزلفا وستاندينج، بمشي في سكتين على حسب البي جريدينت، لو هو 50 او اكتر خلاص انا كده شخصت، بتجه في سكه ان انا بعالج. لو اقل من 50 طب بشوف العين اسيمتوماتيك ولا لا. لو اسيمتوماتيك هو الطبيعي ان احنا ما بنتدخلش وما بنعالجش لو العين اسيمتوماتيك. لو سيمتوماتيك خلاص احنا يعني بنعمل بقى حته تصنع كده كده في الاول الريسنج اقل من 50، بنعمل حته اللي انا لسه كنت بتكلم عليها اكسرسايز ايكو، بشوف طلع لو اقل من 50 لا بمشي اعمل لك التريتمنت حسب ما هو محتاج واعمل له فولو اب. لو اكتر من 50 برضه بدخله في سكه العلاج الطبيعي اللي هو لو كان في البيوزي اوبستراكشن. دي الريكومنديشن. قلت اقل من 50 اقل من 50 تمام انا بعمل بروفوكيشن لو هو سيمتوماتيك. طب خلاص بقى اعلى من 50 بمشي في سكه ان هو كانه ابتدى فوق ال 50 من الاول. تمام. اقل من 50 لا بشوف هو بيشتكي بقى لو في كومبليكيشنز لو في اريزمز لو في حاجه خلاص اوكي عالج هايبرتنشن عالج ريسك فاكتورز عالج عادي يعني اسيبه يعني كان واحد عادي واعمل له فولو. تمام. دي كده الجهاز شغال يا دكتور؟ نعم الجهاز شغال؟ شغال. اسيستنت شغال؟ شغال. لا انت قصدك على الجهاز ايه؟ ده؟ لا لا ده مش شغال. الكمبيوتر في حاجه ناقصه. انا فاكر بتكلم على اللابتوب. لا 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 مش شغال. نزل. انا مش عايزه انزله. نزل. هتاخدوا بوصلاته ولا؟ لا هو حاول بس هو الثاني مره هو الكمبيوتر ما فيهوش ال الثاني مره كده يا رامي. رامي الاعتصام. اخر حاجه. هو مصر ليه بقى باللابتوب والداتا ما فيهاش غلطه والداتا بس ابو بتاعته ابو بتاعته حاضر بس انا ما فيش كده كويس بس خش المود بتاعه المود بتاعه شكرا. ده عرض الجايد لاينز اللي احنا لسه متكلمين فيها بالظبط. يعني ان انا عندي كلاس 1 ريكومنديشن ان انا لازم اعمل بروفوكيشن بالطرق اللي احنا لسه متكلمين عليها، وان انا اعمل ويل اسسمنت للالفيول ثيكنس في الشورت اكسس والديستوليك فانكشنز والسيستوليك فانكشنز، وان انا امشي بالالجوريزم اللي احنا اتكلمنا فيه ان انا ازاي اشخص العين. وان انا ازاي اشخص العيان اللي عنده latent obstruction وما اعتمدش بس على resting gradient. وزي ما قلنا برضو ان contrast agents بيستخدم اكتر حاجة في الابيكال روكوم وفي العيانين اللي بيعملوا septal ablation. طب ال transesophageal echo ايه الرول بتاعه؟ هو الرول بتاعه مينلي هو مساعد للترانسراسك. يعني انا لو انا في حاجه لو انا عندي بور ايكو ويندو او لو انا مش شايف حاجه معينه بارامتر معين في ان انا هستخدمه في العلاج مش شايفه كويس بضطر ان انا استخدم الاي تي. وطبعا التحديد او تحديد الابروتش بتاع علاج المايتر فالف بالذات لو انا شاكك ان في انترنسيك ابدومينال في المايتر فالف لازم ابص بالتي اي عشان ده هيساعدني في الايه في السيرجري، وكذلك بعد السيرجري عشان لو في اي كومبليكيشن او في ليتنت اسف لو في ريزيديوال جريدينت لسه موجود ابقى انا مقيم النتائج بتاعتي خير تقييم. يعني احنا مكملين في الايمجنج موداليتيز بتاعه ال في والار في الهايبرتروفايد الكارديك ام ار اي برضو نفس الفكره. هو الكارديك ام ار اي مساعد للايكو اللي هو برضو الكورنر ستون لو في حاجه انا مش شايفها لو في بور ايكو ويندو لو انا مش عارف احدد. طبعا الحاجات المميز فيها الايه الام ار اي الفي فوليوم بالذات لو في انيرز لو في ثرومبس
لو في حاجه معينه انا محتاج ان انا ابص عليها واشكك فيها لازم احددها بال بالام ار اي. في حاجه طبعا اللي هي اللي احنا دايما بنستخدمها اللي هو الليد جادولينيوم انهانسمنت. ده بيساعدني بالذات لو انا شاكك ان العيان ده عنده اكستنسيف فايبروزس، ده ممكن اشوفه بعيني بالايكو ان انا شايف الفانكشن انفيرت دايستوليك فانكشن او سيستوليك فانكشن. نفس الفكره برضو ان انا ممكن استخدم الام ار اي قبل الالكول سيبت الابليشن، ده برضو بيعمل لي جايدنس كويس للمكان اللي انا هدخل فيه واعمل ابليشن. النيوكليير سنتيجرافي والكاردييك سي تي، هو الميجر امبورتنس بتاعت النيوكليير ايمجينج هي في الدايجنوز بتاع الاميلوز. اشمعنى؟ لان في تريسرز معينين اسمهم البون تريسرز، واحد اشهر واحد فيهم اسمه تكنيشيوم داي فوسفونو داي كاربوكسيليك اسيد، ده بيستخدم بالذات في تشخيص الاميلوز لو انا شاكك ان سبب البوكم ده هل سببه جينيتك ولا اميلوز بالذات، لان في افيديتي للاميلويد تيشو ناحيه التريسر ده بالذات. يعني لو سبب البوكم ده اي حاجه جينيتك مش هيحصل ابتيك للتريسر، الاميلوز في بيدي هاي ابتيك للتريسر ده. عشان كده هو حتى واخد يعني واخد برضو كلاس 2A. الكاردياك سي تي يعني ما فيش حاجه جديده هنقولها، هو برضو لو انا الايكو ان ادكويت وعندي كونتر انديكيشن للام ار اي، يعني الام ار اي هتديني كمان داتا اكتر من السي تي. الاندوميكارديال اوبس طبعا هو يعتبر خلاص حاجه ما بنحتاج لهاش غير لما فعلا نبقى محتاجين حاجه تؤكد لنا دايجنوزس، بالذات لو حاجه هيستولوجي بالذات هو كلاس 2B. انا ممكن استخدمه لو انا suggesting myocardial infiltration او inflammation او storage that cannot be confirmed by other means، مش اكتر من كده. اللابوراتوري تيست عندنا حاجات يعني لابس ممكن تتعمل، احنا حاجات كده لوجيك، يعني مثلا انا هعمل ليه هيموجلوبين عشان لو انا مثلا شاكك ان عنده ممكن يبقى عنده انيميا بسبب عادي خلاص ان عنده بيل اي سبب تاني ادى بيه انه يجيله ايرن ديفيشنسي انيميا او اي نوع من الانيميا، فانا بعمل بس عادي الرينال فانكشن. كل مره بناكل بجد ولا عارف مثلا الرينال فانكشن مثلا او الليفر فانكشن، دي ساعات بيبقى فيه امبيرمنت للليفر او الرينال فانكشن في العينين برده عندهم ميتوكوندريال ديس اوردرز او جلايكوجين ستورج ديزيز. نفس الفكره في السي بي كي، لو انا مثلا برده بحاول اشخص اميلودوزس فعندنا حاجه طبعا اللي هي اسمها لايت تشين، اللي هو الفري لايت تشين اسي، ده انا بعمله في السيرم وفي وممكن بشوف منه او اكد الدياجنوست بتاع الاميلودوزس. فاستنج برضو جلوكوز ده في الميتوكوندريال ديس اوردرز بيبقى امبيرد. البي ان بي والتروبولين كي لو انا حاسس ان في ريسك لهارت فيلير. الثيرد فانكشن تيست طبعا لو انا العيان ده بيجي له اريزميز وانا ماشي على اميدارون. بلازما لاكتيت ده برضو ممكن يبقى مستوى عالي في الميتوكوندريال ديس اوردرز. الجزء الخاص طبعا بالجينيتك كونسلنج ده جزء متركز عليه شويه في الجايد لاينز دي اكتر من اللي قبل كده، ومفيهوش حاجه اكتر من ان انا لازم اخد بالي وان انا لازم يعني اتيك كير للعيال، يعني بالذات الفيرست ديجري ريليتيفز، وان انا ابقى عامل حاجه اسمها البي ديجري، يعني انا ابقى جايب سلسله كده قدامي من تمام عشان ابقى متتبع كويس وجيد وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وان انا اعرف ان انا احط بلان للايرلي تريتمنت لو في مشاكل. طيب احنا كده اتكلمنا على الديفينيشن وعلى الابيديميولوجي والدياجنوزس من يعني من ناحيه الانفستيجيشنز اكتر. لما نيجي نتكلم على السيمتومز نفسها،
ايه يعني هو ايه اكتر او اشهر يعني اشهر برزنتيشن هو اللي ما يكونش فيه اصلا برزنتيشن، يعني معظم العيانين بيبقوا اسيمبتوماتيك. لما بيبقى فيه سيمتومز بتبقى نمره واحد. طبعا اشهر حاجه تشيست بين، ده نتيجه ممكن يكون نتيجه مايوكارديال اسكيميا، مايوكارديال اسف مايكروفاسكولار ديسفانكشن او انكريزد الفيول وول ستريس. ممكن يكون فيه اسوشيتد كونجنتال كورونري انوماليز، او طبعا انكريزنج الال في بريشر بيعمل سيستوليك كومبريشن للابيكارديال والانترميورال فيسلز. هنا برضو في سؤال مهم بحب نجاوب عليه والكلاينتس برضو بتجاوب عليه، ان انا امتى اعمل لاي عيان بيشتكي من تيبيكال تشيست بين انجيوجرافيك اسيسمنت، يعني سواء ان انا ابص بالانفيزيف كورونري انجيو او سي تي. نمره واحد ان انا لو لقيت العيان طبعا ده كلاس ايه بيجي له سستيند فنتريكولار تاكي اريثمس وفي سيفير ستيبل انجينا، يعني سي سي اس كلاس 3 او اكتر. طيب ايه تاني امتى ممكن اعمل تاني؟ لو انا لقيت العيان ريسك، يعني لقيت يعني الريسك بروفايل بتاع العيان يعني في تاني حاجه لو لقيت العيان عنده ريسك فاكتورز او ريسك فاكتور بروفايل محترم، يعني لقيت يعني اولد ايج، لقيت دايابيت، يعني ان في دايابيتس، في ديسليبيديميا، في فاميلي هيستوري اوف كورونري ارتري ديزيز، لا لازم اخد برضه الشكوى دي مخرج جد وابتدي اعمل اسسمنت للكورونريز. يعني كل العيانين ال 40 سنه او اكتر تمام اللي داخلين يعملوا سيبتر ريدكشن انفيزيف بروسيجر المفروض ان هم برضه يتعمل لهم اسسمنت للكورونريز. تاني حاجه بعد الانجينا الهارت فيلير، يعني هو الهارت فيلر بالصوره المعروفه العاديه، يعني هارت فيلر ويز بريزيرفد ال في اجكشن فراكشن او سيستوليك ديسفانكشن. الاولين طبعا لان احنا اساسا في الطبيعي بنمشي بمرحله الديستوليك ديسفانكشن الاول وبعد كده نوصل للسيستوليك ديسفانكشن في عيان الهوك. هو هنا اللي فيه ستريس عليه ومحطوط له جايد لاينز برده، ودي حاجه جديده ان انا ممكن اعمل انفيزيف هيموديناميك ستاديز بخلاف الايكو واللاب داتا زي البي ان بي وخلافه في الهارت فيلير، وان ممكن اعمل الكارديوبالمونري اكسرسايز تيست. الانديكيشنز بتاعت الاثنين تمام مينلي كلاس 1 في لو انا العيان ده ان ستيج وان انا محضره الكارديو ترانسبلانتيشن، هو ده المين انديكيشن، هو ده هم يعني هو ده اللي هيبقى لهم فيه فاليو اكتر. يعني الفاليو الثاني وهو كلاس 2 بي مفيش سبورتنج داتا زي الانديكيشن الاولاني قوي، ان انا برضو لو انا احتاجت عن المساعد برضو يخليني اعمل اسسمنت للسيفيرتي للال في او تي اوبستراكشن، وان انا اقيس الال في فيلنج بريشر وكمونيتورنج برضو اكتر معايا للعلاج. يعني لو انا بدي علاج اشوف برضو اعمل مونيتورنج اكتر اشوف الدنيا ماشيه ازاي معايا. نفس الفكره برضو بالنسبه للكارديومونري اكسرسايز تيست مين اللي هات ترانسبلانتيشن، والناس اللي بتعمل اللي هي هيتركب لها ال في اس اس ديفايس، وان انا برضو لو انا عاوز اشوف اتابع الاكسرسايز التولرنس مع العلاج والتشنجز في سيستوليك بلاد بريشر، ممكن هنا برضو استخدمها لو انا في عيان داخل يعمل الكونسبت الابليشن او مايكتومي، ان انا اشوف برضو الاكسرسايز تولرنس بتاعه قبل وبعد والدنيا ماشيه ازاي معاه. السينكوب طبعا السينكوب من الحاجات المشهوره كبرزنتيشن للعيان بتاع الهيبتوبيك كاردميوباثي، نمره واحد في الاسباب طبعا الاريثمي سواء برادي او تاكي، لان في ناس برضو زي ما ممكن تبقى بريزنت بتاكي اريثمي ممكن برضو يعني عشان شفنا حسب الايتولوجي ممكن يبقى في ايفي بلوك يبقى موجود والناس تبقى برضو يجيلها برادي اريثمي. العيانين اللي عندهم فاميليا الاميلويدوزيس هم دول اللي بيبقى معاهم كومبليت هارت بلوك. دي الكلينيكال براكتس بتاعنا شفنا يعني في كيسز طبعا مدار عشرات السنوات اللي هم دول بيبقى معاهم كومبليت هارت بلوك. الهوكم بالنسبه للاريثمز بيبقى اللي احنا شفنا برده وولف باركنسون وايت سيندروم ابيكسيشن سيندروم، وبيبقى السايت بتاع الاكسسيف باسوي لما بيبقى بعيد عن الديسك بتبقى سهل قوي، لان وانس ان انت رحت بقى اللي احنا شفناهم كان بوستر سيبت الاكسس باثوي على الرايت سايد، فكان يعني التعامل معاه كان سهل. فالبراد اذن اللي احنا شفناهم بوستر كلوب كانوا عندهم فاميلا بايدوس، طبعا ما عملناش بايوبسي ولا الايمجنج اللي انت قلت عليه، لكن كان كانت يعني واضحه عشان خاطر الاميلودوزس، فهو معروف ان ممكن يبقى هما بيجيلهم لما الهايبرتروفي مع ايفي بلوك
ده كان كلام الدكتور خير عبدالله، هو اول واحد يعني شخص لنا الحالات دي. لما تلاقي عيون معاها كومبليت هارت بلوك فكر في فاميليا الاميونيتس. جبنا العيله واتبعناهم لقينا فعلا كذا كذا فرد في العيله عنده نفس الفكره دي هيكفي، وتابع دول اللايف سبان بتاعهم طيب. تمام. لو فولتج في الاي سي جي دي برضو من الحاجات الملفتة. طبعا السبب الثاني الالفيوتي اوبستراكشن نفسه. الحاجة الثالثة الهايبوفوليميا، طبعا انا بزود الهيموديناميك الاستيرمنس اللي بيحصل لو انا عيان عنده الهايبوفوليميا. طبعا هو كلاس 1 انديكيشن ان انا لازم يبقى عندي 12 ريد اي سي جي واكسرسايز تيست وريستنج واكسرسايز 2 دي اند دوبلر ايكو في اي عيان انا شاكك ان هو بيجي له سينكوب او يعني حتى بري سينكوب. الاي ال ار اللي هو الامبلانتبل لوب ريكوردر شود بي كونسيدرد فور بيشنتس وذ كورنت ابيسودز اوف انكسبنت سينكوب اور ات لو ريسك اوف سادن كارديال ديث. يعني حتى لو في لو ريسك برضه بس برضه احنا لازم ده كلاس 2 اي ويتعمل. الرول اوف اي بي ستادز موجودين بيدور عليه. معلش الدكتور موسى فهمنا. احنا موجودين. انت موجود فين؟ صور معانا. لا احنا كل مره عايزين نصور. في الاوضه اللي بتاعتك كمان. هو فين الدرقه؟ يقول انا جاي ما اعرفش. العربيه ولا جاي؟ لا احنا هنصور. ده ظهرت من زمان. بالنسبه للرول اوف ايبل ستادز، يعني هو هنا المفروض ان في احوال معينه ان انا بعمل انفيزيف ايبل ستادي في العينين اللي هم عندهم دوكيومنتد بيرسيستنت او ريكورنت سوبر فنتريكولار تاكيكارديا سواء اتر فلاتر او اتر تاكيكارديا او اي نوع من انواع السوبر فنتريكولار تاكيكارديا اكسس باسواي وخلافه، وفي العينين اللي هم عندهم فنتريكولار بيك سايتيشن ان اوردر تو ايدنتيفاي اند تريت ان ابليتابل سبستريت. يعني ده كلاس 1 انديكيشن ان انا فعلا لو عيان عنده بيرسيستنت او ريكورنت اي نوع من انواع الاريثميا. احنا شفنا حاجات سوبر فنتريكولار وفنتريكولار. عندنا كلاس 2 بي ان انا اعمل انفيزيف اي بي ستادي في سيلكتد بيشنتس ويز دوكيومنتد سيمتوماتيك مونومورفيك سستيند في تيك ان اوردر تو ايدنتيفاي اند تريت ان ابليتابل اريثميا سبستريت. يعني حاطين المونومورفيك سستيند في تيك في كاتيجوري لوحدها. يمكن برضه الدكتوره مريم طماطه بتحب تقول لنا ليه الحته دي بالذات لوحدها، يعني ليه هم حاطين الفنتريكولر؟ هقول لك ليه. هو الحقيقه ان التريتمنت اوف فنتريكولر تاكيكارديا ان بريزنس اوف هايبرتروفيك كارديوماجي الريزلت اوف سكسس مش كويسه. لان انت دلوقتي بتتعامل مع ديس اري مايوكارديوم والفوكس ممكن تطلع من اي حته. يعني ان انت توصل لها وتنجح وتنهيها دي مش بسهوله. يعني احنا ما يعني ما عندناش خبره حتى في احنا كونا في فكره تكيكارديا كتير 3 دي مابينج اسكيميك وايديوباتيك ودايركت كارديوماجنتيك ان هايبرتروفيك كارديوماجنتي. لا فانا اعتقد من هنا حطينا في 2 بي. انا هعلق على الجزء ليه 1 بلس 1 سي انديكيشن للابليشن اوف سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا كلها، لان العيان الهوكم وانس انه دخل في اتريال تاكي اريزميا ديتيريوريشن بيبان على طول والسيمتومز بتظهر على طول. فبالتالي انت ما تستناش بقى لما يديتيريوريت منها، لان هو الداستوليك فانكشن بتاعته ديستورد والاتريال محتاجه جدا جدا جدا. فبالتالي ده ماي اون يعني انتربريتيشن. العيان اللي هو عنده ريكارنت سوبرا فنتريكولار كارديوهايبرتروفيك كارديوماجي الحق يكون بسرعه قبل ما يديتيريوريت عن كده. لو عنده وولف باركنسون وايت سندروم بيجي له افيري انترنت تاكيكارديا يعني برضو نفس القصه. عشان كده هي كلاس 1 سي دي يمكن اكسبرت كونسنسس واخدينها، مفيش استادي استعملت على نيك ودور ما نكوش دول. الاترا فيبريليشن ليفل اوبن سيزن انت حضرتك الاترا فيبريليشن بقى احنا ابتدينا نكوي عيانين الاترا فيبريليشن بال 3 دي مابنج اللي هي بالمر فين ايزوليشن، لكن برضو النتائج مش كويسه لان انت برضو بتتعامل مع الباثولوجي كبير كتير في المايوكارديوم، مش مجرد فايرنج اوف ساين من البالمر فين ماسكليتشر زي الايديوباثيك او الاتريال فيبريليشن
باراكسيزمال العادي مع نورمال هارت او حتى مع الهارت فيلير دايركت كارنوس. فبالتالي انت انها كلاس 1 لانها لابد انك تنهيها الفيتاك عشان انت مش هتقدر تنهيها. ايه اكيد من هنا يعني اعتقد ده ماي اون اكسبلانيشن. الحاجه بقى اللي هي كونترا انديكيتد الانفيزيف اي بي ستادي وذ بروجرام فينتريكولار ستيميليشن از نوت ريكومندد فور سادن كاردياك ديث ريسك ستراتيفيكيشن. يعني هنا حتى ان انا اعمل ستادي يعني هل ده خوفا مثلا من يعني يبقى مثلا يبقى تبقى الاستادي ريسكي للعيان نفسه؟ لا ما تبقاش كده. هي الفكره وانت داخل تعمل ستادي انت لازم تحط التو ارمز. طب لو طلعت بوزيتيف يبقى انا هركب اي سي دي، لو طلعت نيجاتيف خير وبركه. تمام ماشي. احنا الالكتروفيزيولوجيكال ستادي بتاعتنا از اجريسيف، وعشان تظهر حاجه لازم تدي عندك ثلاثه بروتوكولز فور بيسينج او يعني سايكلنس يعني هارت ريت، يعني نقول سايكلنس يعني 60,000 على الهارت ريت يعني 150 او 100 و150 بالبيس 8 100 150 و100 وبتدي سنجل اكس ستيمولنت يعني سنجل بريماتور بيت دبل بريماتور بيت تريبل بريماتور بيت بيسموه سنجل اكس ستيمولنت دبل وتريبل وبتبتدي بقى تشتغل في الاكس اوثرو تراك. الاندكشن اوف نون كلينيكال او نون سبيسيفيك اريزما عالي جدا، انك ممكن تعمل في تي تعمل في اف تعمل كل. طب وبعدين فاهم؟ يبقى انت اذا ما بتقسي احتماليه انه يحصل له ده في الطبيعه ولا انت بتقيس التكنيك. احنا عارفين ان التكنيك في از نون سبيسيفيك في الحالات اللي هي الاجريسيف بروتوكولز دي. طيب وبعد انا اعتقد كده ان انت عندك بارامترز ثانيه اللي بيحددوا بيها السادن كارديس. يعني ما تقولش ايه اهو عيان هوكر والسيفتر بتاعه 30 وبيجي له سيكوب وبيجي له كده اعمل له ريسك ستراتيفيكيشن. لا خلاص هو متصنف، لان انا لو دخلت عملت له كده ملهاش فايده او حق. طبعا ان انت تتعرض له ان انت تدخله في في اف وتدي له الشوك ماشي يعني هتقدر ترجعه يعني. لان هي الفكره في الاي بي اس انت هتعمل ايه لو طلعت ايه هي دي. وقبل ما بندخل احنا يعني لو بصينا في النسب بتاعتنا ما عندناش اي بي ستادي دلوقتي كله ابليشن. انت بتدخل كيوراتيف مش بتدخل اسسمنت. ممكن تاسس زي ما انت هتقول ريسك ستراتيفيكيشن بعد كده يعني. والله اعلم. شكرا دكتوره منى. طيب هنبتدي بس نتكلم على المانجمنت. طبعا هنتكلم اول حاجه على يعني البيشنتس اللي عندهم ال بيوتي اوبستراكشن، لان طبعا زي ما شفنا ان ممكن في الناس يبقى عندها يعني ال في هايبرتروفي وذاوت بريشر جريدينت اكروس ال بيوتي. في جنرال ميجرز كده طبعا اولها ان الارتيريال والفينوس دايليتورز زي النيتريتس وخلافه شود بي افويدد يعني whenever possible should be avoided. الارتيريال والفينوس فاز دايليتورز تمام اوكي. برضه ده طبعا كلام اساسي وبيزك يعني وقديم، عشان كده هم حاطينه في الجنرال ميجرز. الحاجه الثانيه طبعا ريستوريشن زي ما لسه عايز بتقولي الريستوريشن اوف ساينس ريزم اور ابروبريت ريت كنترول شود بي كونسيدرد بيفور كونسيدرينج اي انفيسيف ثيرابي، لان طبعا ده عشان ليه امباكت وحش طبعا على الهيمودينامك ستاتس بتاعه العيانين. طبعا الديجوكسين از نوت ريكومندد يعني كلاس 3 في البيشنتس اللي عندهم ال في تي اوبستراكشن، وده طبعا راجع لان الديجوكسين بيتقالوا بوست انيتروبيك افكت ممكن يكون كونتر انديكيتد ايه نيجاتيف كونسولك افكت بتاعه كاني ما كسبتش حاجه يعني. بالنسبه للدراج ثيرابي طبعا هو معروف ان نمبر 1
برافو عليك كبير كده. لا لا كده المره الجايه يا باشا السواق كله المره الجايه خلاص ماشي مش مشكله. نمبر 1 طبعا في الدراج ثيرابي هو هم البيتا بلوكرز. هم دول هم طبعا هم كلاس 1 وهم دول دايما مقابلا اول تشويس. طب انهي بيتا بلوكرز؟ برضو كالعاده هنقول ان مفيش ترايلز كومبيرنج الايفكتفنس بتاعه البيتا بلوكرز اجينست ايتش اذر يعني، ولكن هو اشهرهم واللي كان جايب واللي جايب اكتر افكت كان البروبرانولول. الحاجة الثانية السوبرانول، لأنه كمان ليه كمان برضو أنتي أريزميك إفكت، فكان هو من البيتا بلوكرز المفضلين. طبعا لازم نستخدم نون فازوليتنج بيتا بلوكر، يعني مبقاش بيتا بلوكر والفازوليتنج أكتيفيتي أو إفكت يعني. الحاجة الثانية برضو الكلاس 1 إيه أنتي أريزميك دراج اللي هو الديسوبيراميد. الديسوبيراميد من الأدوية اللي برضو بتقلل الـ AVOT obstruction ليها anti-arrhythmic activity. safe use في العينين دول يعني عمل يعني في كذا ترايل وروا ان هو حصل تحسن في exercise tolerance. عيبهم طبعا ان هم ليهم anti-cholinergic side effects زي urinary retention constipation. الناس اللي عندها برضو جلوكوما برضو عندهم يبقى contraindicated. القصه دي لازم بايرمان نعمل الادويه اللي هي من الهيستوري. كل مره بنتكلم حبه هيستوري على الطب يعني. ده احنا اللي هو كان اسمه نوربيس ده بايرمان هو كلاس 1 ايه انتي اريزميك سيف فعلا، بس كان موضوع البراينس والموف ده كان عالي جدا. كانوا بيستعملوه في حسب ما انا متذكره الاي اف فيجر انديوس اي اف من ضمن الاستعمالات بتاعته في جالي ايه ممكن يزود عشان عنده الدواء ده كان موجود مثلا من حوالي 25 سنة وما شفتوش تاني ولا حتى في بلاد الفرنجية. بس هو لسه بيتكتب في الجايد لاينز يعني اعتقد يعني اكيد البيتلايت بيتكتب في الجايد لاينز هتقول. بس البيتلايت ما كانش خالص البيتلايت موجود بره موجود بره هنا موجود بره انت خدت الاي بيتلايت احتاجناه فور في اي بي بيرسون وبعتنا نجيبه من امريكا ومن انجلترا ومن ومن ومش موجود. انا اشتغلت عليه انيمال اول انيمال ستادز انا اشتغلت عليه في امريكا من 30 سنه سنة 91 وكان جميل جدا في الانيمالز اللي بنعمل لهم الاي اف وندي وبعد كده بقى نزل في جنة. لكن ما 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 حتى حاولنا ان احنا نجيبه لا ما هواش لان هو بيعمل توكسان ودي مشكله. هو بيسموه فارماكولوجيكال كارديوفيرجن هو الاي في الاي في ملوش اورال
تمام. فاحنا طبعا الفيرست اوبشن بيتا بلوكرز الديسوبراميد ممكن يبقى بلس البيتا بلوكرز. بعد كده الكالسيوم شانل بلوكرز ده والبيتا بلوكرز انتوليريتد طبعا نمره واحد الفيرابامين ممكن نبتدي بوزن من يعني من 40 ملي جرامز لحد 480 ملي جرامز. برضو أبقى أنا كوشس للناس اللي عندها انكريز بلمر ريارتي بريشر الفيرابامين عشان ممكن ده يؤدي لاكيوت بلمر اديما. برضو الديتازين ممكن من الحاجات برضو اللي انا استخدمها ببتدي من دوز قليله اوصل لحد الماكسيمم دوز لحد 360 ملي جرام برضو لو الفيرابامين والبيتا بلوكرز مش تودريتد او كان في يعني او مش افيلبل. الاطفال برضو ده حاجه برضو مهمه. الاطفال اللي سيف فيهم يعني بالذات لو تحت 3 سنين هو البيتا بلوكرز يعني مفيش لسه ستاديز قالت اتكلمت على السيفتي بتاعه الكالسيوم شانل بلوكرز الاي في بالذات في الاطفال. الاطفال كونتر انديكيتد في سن اول سنه الفيرابامين تمام. بالنسبه للدايريتكس انا عندي كلاس 2 بي ان انا ممكن استخدم لودوز لوب او سيزات دايريتكس في العينين اللي هم يعني بيشتكوا عن يعني عندهم برومينت ديسنيا مع الاكزيرشن. لكن طبعا الهاي دوز دايريتكس او الروتين يوز طبعا ده مش ريكومندد. في هنا نوت معينه برضو محطوطه ليها برضو مهمه ان انا ممكن عندي لو انا عندي سيفير كيس اوف هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي ده لو العيان ده اتعرض لتاكي اريثمز او اتعرض لاي ستريس من اي نوع ممكن يجي بريزنتد ليا بهايبوتنشن واكيوت بلمر اديما فده ممكن يلخبطني مع البلمر اديما العاديه تمام اوكي. وممكن يلخبطني كمان لو انا عندي اي سي تشينجز ان انا افتكر ان ده جاي بانتيريور ام اي او اكيوت ام اي باي شكل. فساعتها بيبقى دايما العلاج اللي دايما متاح وبيتاخد على طول دايريتكس دايريتكس ونايتريس فده يعني والفانش ذا بيشنت يعني لازم اخد هيستوري كويس لو العيان فعلا دايجنوز وعنده هيستوري اخد بالي من اي سي جي لو في اي ساين لو في اي حاجه لان ساعتها هيبقى احسن علاج هو الاي في بيتا بلوكرز واي فازوكوستري مش هيبقى فاز دايركت. فدي نقطه مكتوبه قوي كلاس 2 ايه عندنا ان انا اخد بالي من القصه دي لو عيان جايبه هايبوتنشن وبالمنت اديما. الحاجه الثانيه برضو في علاج العينين اللي عندهم ال في تي اوبستراكشن بعد دراج ثيرابي ان انا بتكلم على السبتال ريدكشن ثيرابي وده بيتضمن حاجتين الالكول ابليشن والمايكرو. طبعا هو كلاس 1 ان احنا لازم يبقى ده to be done by experienced team في experienced center. المفروض ان ال septal reduction therapy المفروض ان هو بيتعمل للعيانين اللي هم عندهم resting او maximum provoked LVOT gradient 50 او اكتر مليمتر HG who are NEHA functional class 3 or 4 despite maximum tolerated medical therapy. يعني انا بجرب medical therapy up to maximum dose عندنا دوز عالية قوي حد لو العيان مستحمل و سيمتومز ما بتتحسنش كلاس 3 او 4 وطبعا عندي الشرط الاساسي اللي هو بتاع الميديانت 50 اور مور. السبتال ريدكشن ثيرابي نفس الفكره يعني سواء كان بالنسبه للمايكتومي او للالكول ابليشن نفس الانديكيشنز. طبعا هو المايكتومي ده اللي احنا بنسميه فيه عمليه مشهوره قوي اللي هي دايما بتعمل اللي هي المور بروسيجر ان انا باخد حته ترينجولر انسجن وبقطع فيها بعمل انسجن كده بنفس المنظر. والمفروض ان انا بختار الحته اللي هي بوينت اوف كونتاكت بين الميترال فالف ليفلت انتيرو ليفلت والسيبتو. برضو مع السيبتو مايكتومي زي ما اتكلمنا قبل كده على الميترال فالف ابنورماليتيز ان انا اخد بالي ان انا ممكن اعمل حاجات تانية ميترال فالف سيرجريز زي ريبير او ريبليسمنت بابيلري مصر انترفينشن زي بلايكيشن اكسجن برضو للكوردي على حسب الانترنسيك ميترال فالف ديزيز لو وجد. يعني الفرق بينهم بين الانديكيشن واحد وتو ايه هل في حسب انيها كلاس يعني ايوه ده وده الفرق بينهم. بص حضرتك هو هنا هم هنا كاتبين بالذات كاتبين حته ان لو في ريكارنت اكزيرشنال سينكوب هو ده يعني السيمتوم هنا بنتكلم هو فوق بنتكلم على النيه هنا بنتكلم على السيمتوم تمام اوكي مش اكتر من كده لكن تحت
مش كاتب لا تحت هنا متكلمين على السبت لمايكتومي رادر ذان السبت الابليشن اللي ريكومندد في البيشنت اللي هم عندهم انديكيشن فور سبت ريدكشن ثيرابي اند اذر ليجنز. يعني انا لو عندي مثلا عيان محتاج مايكتومي بلاد ريبليسمنت او ريبير يبقى اولى ان انا اعمله مايكتومي. هو ده القصد يعني. يعني انا لو عندي عيان عنده مشكله في المايتر فالف انتريسيك واعمله جراحه ليها علاقه بالمايتر فالف بقى ما اعملش ابليشن بقى يعني ما اعملش الكول ابليشن اخش اعمل له مايكتومي اللي هي مور بروسيجر مع المايتر فالف يعني ما مع مايتر فالف سيرجري. هما كلاس 1 لو انزيشنال ديسمين وكلاس 2 ايه لو انزيشنال سينكوب لو سينكوب لو سينكوب لان هي مش كبير قوي السينكوب ده هيكون من السبتال هيفشت ولا لا سبب ديسمين خلاص سبب السينكوب ايه ممكن يبقى ديسمين ممكن حاجه ثانيه لكن في انزيشن فتقريبا برضه قد شكل ده ولكن انزيشنال ديسمين خلاص هي معروفه بس النقطه الثانيه المسمى في اصلاح حته ثانيه مش عارف قصدك على حته انا قصدي على التعاد اللي شرحها لا 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 فكره اصلا عشان تفهمي سكت انا فاكر راح اقص عليك على الحته الثانيه لا انا اصلا عادل قال مش معنى السنكوب تو ايه يعني قصدك كده مش معنى السنكوب محطوطه لوحدها هو الفرق بين واحد واثنين ايه البرتقالي دي هو السنتس تمام واحده معتمده على الديسني والثانيه على السنكوب تمام الحاجه الثانيه برضو ان احنا برضو عندنا ليفل في ايفيدنس برضو بتاع السيمبتومز بي لكن بتاعه السنكوب احنا برضو مفيش حاجه راندومايز موجوده او حاجه كتير يعني او في ترايلز معتمد عليها فليفل ايفيدنس سي برضو هنا برضو نفس الكلام اللي احنا لسه متكلمين عليه اللي هو الماتيك فالف ريبير او ريبليسمنت كونسيدر ان سيمبتوماتيك بيشنتس وذ ريستنج او بروفوكت جريديانت 50 مليمتر اتش جي اند مودر تو سيفير ميتر ريجريجيتيشن ميترال فالف ريبير او ريبليسمنت مي بي كونسيدرد في البيشنتس اللي هم عندهم برضو جريديانت 50 اور مور والماكسيمم سيبتال ثيكنس اقل من 16 ملم ات بوينت اوف ميترال ليفليت سيبتال كونتاكت او اور وين ذير از مودريت تو سيفير ميترال ريجريجيشن فولوينج ا ديتوميك. تمام هو هنا النقطه دي مقصود بيها ان انا ال في عيانين بتبقى الافشنسي بتاعه البروسيجرز بتاعه الابليشن بتقل يعني العيانين اللي مثلا عندهم البيو ثيكنس اوفر اوفر ليميتس يعني مثلا معدي 30 مللي ده يعني دول مثلا اللي عندهم ست الابليشن ما بيديش النتيجه اللي هي الكافيه. تمام وفي نفس الوقت العيانين اللي هم عندهم سبت ثيكنس قليل اقل من 16 بيبقوا ريسكي يعني هي دي الفكره يعني دول بيبقوا يعني الريزلت مش ساتسفاكتوري والقليلين بتبقى الريزلت ريسكي فهنا هم كاتبين الميتال فالف ريبير او ريبليسمنت بيبقى كونسيدر ريبير او ريستنج ماكسيمم اند ماكسيمم سيبتال ثيكنس يعني انا برضو مش فاهمه الجزئيه دي يعني هو في النقطه دي بيقول الميتال فالف ريبير او ريبليسمنت شود بي كونسيدر سيمبتوماتيك بيشنتس ريستنج وماكسيمم بروفوك جريدن اكثر من 50 اند مودر تو سيفير ميتال ريجرج نوت كوزد باي سام نوت كوزد باي سام هو لو كوزد باي سام الابليشن لوحده هيعلي الابليشن يعني هتشيل سيبت لكن لو هي زي ما انت قلت ان يبقى سنتر او يبقى مودر تو سيفير يعني في انترنسيك ماسل مايترال فالف بروبلم لازم يتغير مايترال بس هو ده مش هيعمل له سيبت المايوت ده هيعمل له لا هيعمل له مع السيبت المايوت يعني هو هنا بيخصص المايترال ريبير او ريبليسمنت في العيانين اللي هيعمل لهم سيبت المايوتومي ويكون حتى مش كوزد باي الهايبر صح عادل شبانه معانا عبد المبارك عادل شكرا يعني هو لو الميتر ريجيرج مودر تو سيفير ومثلا سنترال وانت شايف ان هي في انترنسك ميتر بروبلم فانت مع السيبتال ريدكشن هتعمل كمان ميترال كوريكشن ميتر فالف كوريكشن فده المقصود بيها هي انها كلاس 2 اي اللي تحتيها دي 2 بي دي اظن انها بعد ما يكتمي يعني انت بعد ما يكتمي هتاسس العيان تاني وتعمل له ميتر ريبير لو لقيته جاله سيفير ميتر ريجير انا بس قلت الحته الثانيه دي يعني عشان بس دي حاجه اضافه يعني ان احنا ان فعلا ان العيانين اللي هم عندهم يعني البيو ثيكنس معدي ليميتس قوي اللي هو فوق ال 30 بالذات يعني بيبقى دايما الريزلت مش 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 ساتسفاكتوري والجراحه مفضله والاقل من كده بس يعني قلت وين ثاني يعني حاجه ثانيه غير ده يعني يعني هو في الاخر ان انت عندك ان انت لازم تقيم الماتر فالف كويس عشان لو محتاج حاجه حتى لو انت لو محتاج حاجه تبعت العيان للجراح انت كارديولوجيست لابد ان انت تعمل له خطه ان هو هياخد منك ويشتغل ما هي المفروض كده احنا عارفين احنا بنأسس ايه في المريض وعشان كده انا اتكلمت على التي اي بالذات ان هو بيبقى ليه فايده برضه ده اوبشن ثالث من الانترفينشنز هو الكاردياك بيسنج تمام اوكي
by name sequential AV pacing with optimal AV interval to reduce the LV outflow tract gradient. انا بعمل كده امتى؟ هو طبعا الريكومنديشن ده بلس 2B ليفل ويفرنس سي برضه راجع لان برضه ما فيش ايفيدنس اوف او يعني او ترايلز يعني برضه سبورتنج القصه قوي، ولكن برضه هو كبراكتس ان انا بعمل القصه دي لما يبقى عندي الميديكال تريتمنت بس بيتا بلوكرز او تشن بلوكرز مش مديني نتيجه. برضه في عيانين لازم يبقى برضه عندهم كونسيدرابل ال في تي ال في تي جريدينت يعني 50 في اكتر ساينثريزم ريفلكتوري سيمبتومز، وعندهم في نفس الوقت برضو كونتر انديكيشن ان هم يعملوا سيفت ريدكشن ثيرابي. العينين التانيين برضو العينين اللي هم عندهم بريستنج برضو او بروكابل ال في تي جريدينت تمام وساينثريزم ودراج ريفلكتوري سيمبتومز، لكن في انديكيشن ان انا اعمل اي سي دي يعني زي ما هنتكلم في العينين اللي هم عندهم هاي ريسك اوف سادن كارديك ديث، وهنتكلم على الاوبشن ان انا اركب اي سي دي. فده برضو بيبقى ان انا يعني يبقى انا عندي هو بيختار نوع الاي سي دي بقى بالظبط دي ولا دي. انا ممكن اقول حاجه بس هنا بالنسبه للاور اكسبيرينس ادفانشنز يعني مي امبلانت جوال تشامبر بيسميكال ان فيو كيسز اوف هايبرتروفيكال ميبسي اللي ما كناش لسه لحد بيعمل سيبتال ابليشن ولا كان الجراحين كان نتائج مش قد كده في سيبتال ميبتمي، منهم ناس قرايب فنيين عندنا في الاشعه وهكذا، والفولو اب بتاعهم كان فيري كلوز ان كان مدهش جدا ان انت العيان ده على الفولو بتاعه الريدكشن اوف سيبتم وريدكشن اوف جريدينت يعني الاثنين كده. الفكره في ايه؟ انت اولا بتبرمج الجهاز انك تسبق النيتف كوندكشن ولازم ياخد معاه ميديكال ثيرابي، ده مش بديل لان انت عايز تو سنس ذا اتريوم وتو بيس ذا رايت فنتريكل وتعمل الكارديوميوباثي العكسي اللي بيجي من رايت فنتريكل بيسنج، لان انت احنا عارفين ان الديليتيريوس رايت فنتريكل بيسنج، انت بقى بتعمل الديليتيريوس رايت فنتريكل بيسنج عشان تجيب السيمبتوم وتقلل من سمكه وتخليه يتبع الرايت فنتريكل مش الليفت فنتريكل عكس السي ار تي يعني بالظبط. ده مش بس كده عكس السي ار تي، ده انت بتستعمل السايد افكت بتاعه الدوال تشامبر بيسنج رايت فنتريكل بيسنج في التريتمنت ده. دي جربناها ان فيو بيشنتس ونفعت في قليل منهم يعني هم كانوا عدد قليل 2-3 على مدار السنين دي، وكان نتيجة جيدة جدا ان احنا تابعناهم وغيرناهم بطارياتهم وحطينا بطاريات تانية من ان هم استفادوا وعلى الفولو بتاعهم فعلا السيمبتوم قل والهايبرتروفي قل وجريدينت مبقاش فيه، ولازم يفضل بيس طبعا لازم انت كمان تبرمجه، انت مش مجرد هتدب البيس ميكر وتدي، لا انت لازم تبرمجه وتفولو للعيان ده. وما جون بقى في حته الاي سي دي قالك ايه؟ لما تيجي تختار بقى الاي سي دي عيان هاي ريسك وهيركب اي سي دي خده بقى الديوال تشامبر عشان تضرب عصفورين بحجر، وتبرمجه ان انت تو بيس الرايت فنتريكل على طول يعني 100% رايت فنتريكلر بيسنج عكس اللي احنا بنعمله في الواحد عنده يعني انترميتنت هارت بلوك ولا وعكس اللي انت عايزه، لكن انت بتستعمل دي ضد او يعني سايد افكت بتستعملها از ثيرابيوتيك موداليتي زي الالف الابليشن هتعمله انفكشن يعني بالظبط نفس الفكره بندي العيب. عشان كده قلت حته يعني برضه حته يعني اوبتيمال اي في انترفال دي مهمه قوي جدا. تمام. عشان كده برضه حضرتك حته مثلا يعني الناس اللي عندهم شورت في ار ان بس ساعتها مثلا ممكن مثلا بيتعمل لهم ايميونودر ابليشن مثلا او موديفيكيشن عشان خاطر لو فيري شورت مش في العين دول مش في العين دول لا دول هتعاقبهم بيتا بلوكر الاي في دي ليه لازم يدخل معاك. اللي انت بتتكلم عنه ان انت الشورت لا ما هو امتى بقى انا يعني هو مش موصوف فيه ايميونودر ابليشن عشان نخلي الجسم ممكن يشتغل، لكن في ان انت كده ولا كده انت لازم بتاخد البيتا بلوكر بيك دوز عشان الميكارديوم نفسه والريسك هو كده كده في الابليكيشن فهو يشتغل. اللي انت بتحكي عنه العيان اللي انت عايز البيس ميكر يشتغل والايفلود عندك فاست كوندكشن عين السي ار تي عين السي ار تي انت عايز البيس ميكر يشتغل 100% اوف اول بيتس اوف ذا فنتريكل وعندك ايفي كوندكشن سريع، في الحاله دي ممكن ان انت تعمل القصه دي. او في عيانين الاي اف لما الفنتريكل ريت بيسبقك ممكن تقفل يعني ابليت الايمي نود عشان تخلي البيس ميكر هو السي ار تي يشتغل اوبليجاتوري للعيان عكس العكس. تمام.
طيب احنا كده كنا يعني اتكلمنا على الناس البيشنتس اللي عندهم ال في تي اوبستراكشن، اتكلمنا على دراج ثيرابي والسيتور ريدكشن ثيرابي وانكلودنج كمان الكارديال بيسنج. طيب العينين اللي هم ما عندهمش بقى ال في تي اوبستراكشن، احنا كنا بنتكلم عليهم في الالجوريثم في الاول اللي احنا قلنا عليهم هيبقى عندهم ال في تي جريدينت اقل من 50. دول بيبقى احنا ميلي متجهين طبعا ناحيه الميديكال ثيرابي وجايد بالبرزنتيشن بتاعتهم. هم لو بريزنتد بهارت فيلير طبعا نمره واحد، لو العلاج بيتوقف على حسب لو هارت فيلير ويز بريزيرف ال بي ايجكشن فراكشن ولا ويز سيستوليك ديسفانكشن. الكات اوف لاين بتاعنا يعني او الكات اوف بوينت بتاعتنا هو ال بي ايجكشن فراكشن 50%. انا هبقى جايدد ان انا ماشي بميديكال ثيرابي مينلي فروم بيتا بلوكرز وكالسيوم شانل بلوكرز، وممكن ان انا استخدم معايا دايوريتكس بس برضو يعني ايه يعني بكوشس يوز برضو برغم ان انا ما عنديش اي جريدينت بس برضو ابقى برضو بستخدم بكوشس يوز. يعني انا كده عندي بيتا بلوكرز كالسيوم شانل بلوكرز ودايوريتكس. لما اجي اتكلم على العينين عندهم سيستوليك ديسفانكشن فهضطر ان انا ادخل معايا الايس انهبيتورز. تمام اوكي طبعا انا متاكد واثق ان انا ما عنديش اي سيجنيفيكانت بريشر جريدينت اكروس ال في او تي. ممكن طبعا هشتغل بالبيتا بلوكرز، ممكن هنا اشتغل برضو باليوب دايوريتكس مفيش مشكله عندي. الحاجه الثانيه طبعا الالدوستيرون ريسبتور انتاجونست زي الاسبرينولاكتون مفيش مشكله ان انا استخدمه، هو كلاس 2 اي. هنا بقى ممكن استخدم اللودوز ديجوكسين، هو كلاس 2 بي ليفل في ان سي، ان احنا اتكلمنا على الانتروبيك افكت، ولكن هنا برضو انا هبقى بستخدمه ويز كوشن ولودوز، ولكن هبقى براحتي شويه عشان طول ما فيش اوبستراكشن وانا مش هبقى قلقان من الانتروبيك افكت، بالعكس ممكن ابقى محتاجه في العينين عندهم فانكشن امبير. كلاس 2 بي سي دي يعني خاصه قبل بيبقى 3 يعني بص انت هتلاقي ياخد الواحد بس هو معظم الريكومنديشنز زي ما اتكلمنا هتلاقي ليفل ال سي بتاعها يعني فعلا ما فيش يعني ترايلز كتيره. هو اساسا الديجوكسن يعني بيقل دوره في الهارت فيلير، ما احنا مشكلتنا في الهوكم ده اللي هو داخل في هارت فيلير هو بيرد قوي دلوقتي لكن هارت فيلير وفي الاخر تديله ايس عكس الهوك يعني تديله ايس ولا لا تديله ديجوكسن ولا لا. البيتا بلوكر هي اللي حل المشكله ان هي بتستخدم في الاثنين. زمان ما كان عندنا مشكله في البيتا بلوكر هارت فيلير كناش بنستخدم فيه يعني هتديله لو دخل في هارت فيلير بجد خلاص دايوريتكس بيتا بلوكر وايس كل حاجه. ما هو بس التقسيم على حسب الاجكشن فراكشن، لو احنا يعني اجكشن فراكشن فوق 50 بندي بيتا بلوكرز كالسيوم شانل بلوكرز ودايوريتكس بالعكس. لو احنا فانكشن انفيرت براحتنا شويه مع البيتا بلوكرز طبعا مفيش كالسيوم شانل بلوكرز، مع البيتا بلوكرز بندي اس انتورز ودايوريتكس والكاتون والدجوكس يعني سمول دوز يعني رول اوف سي ار تي كاردياك سينكرونيزيشن ثيرابي تو امبروف سيمبتومز مي بي كونسيدرد ان بيشنتس اللي عندهم ماكسيمم ال في تي جريدينت اقل من 30 ملم مركري دراج ريفلكتوري سيمبتومز نيها كلاس 2 تو 4 ال في ايجكشن فريكشن less than 50 and left bundle and QRS duration اكتر من 120 ثانيه هيطبق عليه الجايد لاينز بتاعتها. ولو ان برضو مفيش واضح ان مفيش برضو ترايلز معموله محترمه على العينين دي على فكره في عيان كان هارت فيلير ممكن فمين ممكن ما كانش فيه جريدينت وكان بيطبق عليه. تمام خلاص مراحل نهائيه يعني ستيج بقى خلاص انت ما عندكش الكارديك ترانسبلانتيشن طبعا هو يعني هو ده طبعا بيبقى الخيار النهائي. الاورثوبيك كارديك ترانسبلانتيشن شود بي كونسيدرد في العينين برضو اللي هم ما عندهمش بيشر جريديانت كونسيدرابل الفانكشن امبيرد اقل من 50% نيها كلاس 3 و 4 وبرضو طبعا ريفراكتوري للاوبتيمال ميديكال تريتمنت او ممكن كمان يبقى كلاس 2 بي ان انا ممكن اعمل نفس القصه في العينين اللي عندهم الفانكشن مش امبيرد يعني فوق ال 50% بس في نفس الوقت برضو في ريفراكتوري سيمبتومز مش مستجيبه للعلاج الميديكال. ال في اس اس ديفايس طبعا هي يعني الرول بتاعها مين لي لو انا يعني بحضر عيان لترانسبلانتيشن يعني هي كلاس 2 بي ليفل اوردن سي برضه مفيش ايفيدنس قوي على اليوز بتاعها بس هو المكتوب الاول المذكور هي الكونتينوس اكسيال فلو ال في اس اس ديفايس في سيلكتد بيشنتس وذ اند ستيج هارت فيلير ديسبايت اوبتيمال ثيرابي. والعينين دول طبعا اساسا بيبقوا سيتبل في هارت ترانسبلانتيشن علشان امبروف سيمبتومز واقل الريسك اوف هوسبيتاليزيشن والبريماتور ديث وايل اويتنج فور ذا سيرجري. نيجي نتكلم على الانجينال بين احنا هنتكلم عن هارت فيلر باختصار
وهارت فيلير تريتمنت. نتكلم على الشيست بين. مفيش حاجه جديده. بيتا بلوكرز، كالسيوم شان بلوكرز، اورال نايتريتس، ولو ان برضو الريكومنديشن مش قوي قوي، ولكن برضو اورال نايتريتس براحتي لان انا ما عنديش ال يو تي اوبستراكشن جريدينت. يعني نيجي نتكلم على التاكي اريثمياز. مفيش حاجه جديده برضو، يعني مركزين الكلام اكتر على الاعلى الاي اف. انا طبعا بستخدم هو كلاس 1، بستخدم فيتامين كي انتاجونست عادي جدا، اي ان ار فروم 2 تو 3 هو ده التارجت بتاعي. نفس الفكره بالنسبه للاتري فلاتر. برضو انا الريسك بتاعي اوف بليدنج ببقى جايدد بالهاسبلت سكور اللي هو العادي جدا اللي احنا بنستخدمه عليه يعني الاف. برضو في ستريس كلاس 2 ريكومنديشن، ان انا عندي ستريس ان انا ريستور الساينس ريزم، او على الاقل ان انا اعمل كنترول للفنتريكولار ريت. وطبعا الدي سي هو السوبر المفضل، او الاي في اميدارون لو العيانين مش يعني ما همش توليريتنج الدي سي او ما همش سوتبل. الاميدارون طبعا هو كلاس 2 اي، هو ده شود بي كونسيدرد فور اتشيفينج ريت كنترول او مينتينس ستايلز افتر الدي سي. طبعا البيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز برضه ريكومندد فور كنترولينج فنتريكولار ريت في العينين اللي عندهم بيرمننت او بيرزيستنت اي اف. هم طبعا كلاس 1 كده كده احنا اساسا في حاجه ليهم. يعني الكاثيتر ابليشن للاي اف شود بي كونسيدرد في البيشنتس اللي هم ما عندهمش سيفير ليفت اتريم انلارجمنت، و اند دي ار هافينج دراج ريفراكتوري سيمتومز اور ان ايبل تو تيك انتي اريزمين دراجز. ده برضه كلاس محترم يعني، او ريكومنديشن كلاس محترم 2 اي ليفل اي اس بي، ان انا ممكن اعمل كاثيتر ابليشن. وانا برضو بمناسبه الحجم او السايز بتاع الليفت اتريوم، ان احنا عندنا برضو البروميسنج كريتيريا للعيانين اللي داخلين يعملوا سيبت ريدكشن ثيرابي سواء الكول او سيرجري. من الكريتيريا اللي هي البروميسنج ان يبقى العيان اقل من 50 سنه، يبقى ميل، يبقى عنده ليفت اتريوم اقل من 46 سته وسبعين هو الانتروبيستيريور ديامتر، هو بس اللي هو في اللونج اكسس. طيب هو الانتروبيستيريور ده 46، ده مش كبير قوي مش كده؟ لا ولا ايه؟ ده دلوقتي النتائج هتبقى فيها ايه كويشن كده ريكرنس وسكسس ريت قليل وكده، لكن هي برضو مش مكتوب في الجايد لاينز، مش كنت انديكيشن لا مش مكتوب. وبرضو على فكره في حاجه من الحاجات اللي محيراني، ان الانتي كواجيليشن في الشاد فاست فود نوت انكلود ليفت اتراسايز. دي حاجه غريبه جدا، انا مش قادره افهم ازاي. يعني لحد دلوقتي واحد مثلا كل الكريتيريا كويسه قوي وبقى له اي اف مثلا بيرسيستنت او بقى بيرمننت زي الشاب اللي المفروض يشتغل لحد الجاي، شاب صغير ومحدش رجعه مع اللوف هيبقى كبير. تخيل ده لو حققت عليه في الشاد سكور ما ياخدش. بس هي لان هي الاستاتس اللي اتعملت الاستاتس لما عملوها، لا يعني اللي بيطلع شاد فاست زيرو ده الريسك اوف ستروك زيرو، يعني حسب الاستاتس اللي عملوه. يعني غير الشادز حتى القديم، الشادز القديم كان ريسك اوف ستروك بينير مش عارف 1-2% حاجه زي كده حاجه زي كده، لكن الشادز ماسك الجديد ده الريسك اوف ستروك لو شفت زيرو هتلاقي ريسك اوف ستروك بينير زيرو 0%. فهم يبدو ان الليفت اتريوم يعني هم حطوا الفيميل وحطوا الاي جي 65 وحطوا الاسكيميا وحطوا كل الحاجات دي وما حطوش ليفت اتريوم سايز، ما اعرفش هي ليه ما عليهاش داتا، ما عليهاش اي داتا، رغم انها لوجيكالي المفروض انها. هل هم ما بيشوفوش الليفت اتريوم بتاعك؟
طب احنا برضه عندنا اكيد يعني ليبتد سيلز من اكبر سيلز الموجوده على مستوى العالم يعني. فده مالتي ستروسس يعني احنا الحاجات اللي عندنا كبيره قوي يعني. الريكومنديشنز الخاصه بالابليشن اوف تي في نوم دي يمكن كان لسه بصوت في مره لسه بتتكلم عن الحته دي ان احنا عندنا ان احنا ممكن نعمل ابليشن اوف اي في نوم تو كنترول الهارت ريت امتى لما يبقى الفنتريكولار ريت كانوت بي كنترولد او ان الاي اف نفسها كانوت بي بريفنتد باي انتي اريثميك ثيرابي نتيجه سايد افكتس او ان هي ان كنترول بصفه عامه. وساعتها ممكن كمان كلاس 1 لو انا عملت كده لو انا عملت اي في نودل ابليشن ان انا اركب دي 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 بيس ميكر ويز مود سويتش فانكشن في العينين اللي انا هعمل فيهم كده. هنتكلم عن مود سويتش برضه عشان المدام جت بالذكر. مود سويتش دي كمبيوترايزد فانكشن في البروجرامينج في البيس ميكر بيعد الاترال ريت ويقول الاترال ريت ده سريع ده برضه برقم يعني مثلا 160 فوق 160 مثلا اترال ريت لان هو بيقدر يقرا الانترا كارديك اترال سيجنال والا يبقى اذا انا في اي اف هموت سويتش. هموت سويتش على ايه؟ على حاجه بحاجتين اما في دي اي بيسنج اما دي دي اي بيس برضه دي حاجات من اللي انت ممكن تختار. عشان كده بقى بنحط في الاي اف يعني زمان كان في مشكله مع الدبل ديول تشامبر مع الاي اف لو باربزيزم الاي اف هتحطه لكن لو بيرمنت اي اف مش هتحطه مش هتحطه لان هو ملوش لازمه بقى بعد تحط سلكه وتظبطي الريت انت بتظبطي الريت بتختاري بتختاري بتقولي له لما تعمل مود سويتش تديني انهي ريت لا يعني هو هيعمل يعني هيشخص الاول عند ريت كذا وما يقلب ايوه عند ريت كذا بقى احنا اللي بنظبطه ولا هو ساعات بيجي من ستاندرد مثلا 160 وانت بقى عايزه تحطيها اعلى تحطيها اقل زي ما انت ترى يعني بس هي ده الستاندرد جاي من الملف تقريبا بس كمان انت كمان بتختاري له لما يقلب على في في اي هيتكسر عين عليه كام انت عارفه الاي اف بتاع العين ده انت عايزاه تو بيس افرض ان عنده نيتف كونتاكشن ده لازم انت تختاريه ويقدر يوقف لوحده يرجع تاني لو اول ما يرجع ساينس البيس ميكر هو اوريدي مونيتورنج الاتريم ويشوف الاترال سيجنال دي كتير 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 ده انا كده ويكتب لك على الشاشه اوتوماتيك اي ام اس مثلا في بعض الشركات اوتوماتيك مود سويتش يبقى انت عارف ان هو في اوتوماتيك مود سويتش او بيرجع ساينس خلاص ما يعني كده ويجي لك على الذكريات او الميموري بتاعه الجهاز ويجيب لك الانتركارتك عشان تتاكد ان ما كانش ده الكترومغناطيسي انترفيرنس ذبذبات خارجيه هو حاسه تتاكد ان هو شايفه صح. تمام برضه انا بلاي دانس برضه بتاكد على ان انا يعني ان انا برضه امشي ورا الاي اف واحاول ان انا اديتكت الاي اف احنا بنقطع ان انا يعني مطلوب ان انا اعمل 48 اورز امبيلاتوري اي سي جي مونيتورنج كل 6 شهور لسنه عشان اديتكت الاي اف لا هو دي لا دي مالهاش علاقه بكتله الابليشن يعني انا لا يعني في العينين اللي هم ساينس ريسك بس عندهم ليفت اتريال دايمتر 45 او اكتر من 45 اعمل له كل 6 شهور لسنه اعمل له هولدر اعمل له 48 اورز ده كلاس 2 بس برضه الايفيدنس زي اللي احنا متكلمين يعني طبعا كل نقطه بالحاجات دي بوينت اوف ريسيرش يعني جدا الابليشن بروسيجر كان بي دان برضه ديورنج ال الست الابليشن ممكن ادي انتي بليتد ثيرابي الاسبرين والكوبيدوجرال لما العيانين بيكونوا لما طبعا لو في لو ريسك اوف بليدنج لما العيان يبقى رافض ان هو ياخد اورال انتي كواجولانت يعني برضو تكملة للقصة ان انا هنا برضو الرول بتاع النوفل انتي كواجولانت زي الدابيجاتران او ريبروكسابان ريكسون بالانهيبيتورز رول فاكتور 10 انهيبيتورز ده كلاس 1 دلوقتي موجود لو يعني لو انا عندي اي حاجه تمنعني ان انا استخدم الايه الفيتامين كي انتاجونست unless there is a reversible cause of AF lifelong oral anticoagulation with vitamin K antagonist is recommended even if sinus vasm is restored. دي نقطة مرضى مهمة بس برضو جديدة. طيب احنا يعني هنخش في الحتة برضو اللي هي دايما برضو مصدر الاهتمام اللي هي sudden cardiac death اختصارا احنا ده برضو من في الجايد لاينز دي برضو حاجة جديدة في كالكوليتور معمول اونلاين دلوقتي موجود ببارامترز معانا حضرتك بتدخل البارامترز بتاع كل عيان وبتاخد كالكوليتور سكور او الريسك اوف سادن كارديك ديث او 5 ييرز ريسك اوف سادن كارديك ديث. طب هما الكريتيريا دي اللي يعني المحطوطة عبارة عن ايه يعني هي مشتقة من الحاجات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي اللي هي ميجر فيتشرز اسوشيتد بالسادن كارديك ديث. نمرة واحد الايدج باختصار
ان كل ما يبقى الايدج اقل تمام كل ما تبقى طبعا ده يبقى العيان ريسكي او مور اكسبوز للريسك اوف سادن كارديك ديث كل ما بيبقى طيب. اقل وقت ما جاله السنتو يعني تمام بالظبط كده الحاجه الثانيه النون سستين فيتك تمام دي المفروض اصلا النون سستين فيتك دي موجوده في 20-30% من العيانين اللي انا بعملهم امبلتري اي سي جي مونيتورنج تمام اوكي ودي وده اندبندنت بريدكتور طبعا اوف سادن كارديك ديث الحاجه الثالثه ماكسيمم ال في وال ثيكنس تمام اوكي مفيش كات اوف بوينت معينه ان انا اقول ان انا يعني لما يطلع عندي الوال ثيكنس عن كذا انا ببقى مثلا كده على 6 30 30 ال في وال ثيكنس انا بقول لك بتتكلم ال في وال ثيكنس بصير وال ولا 6 لا بصفه عامه بصفه عامه بصفه عامه لان هو لان هو اصلا في الديفينيشن هو اللي مكتوب ان انا عندي اي سيجمنت ايفن وان سيجمنت في اي حته في السنتر او في الخلف حتى لما كانوا في الارض فحتى هم هنا كاتبين ماكسيمم ال في وال ثيكنس هم هنا بيتكلمين على ال في وهم هنا كده كاتبين ان 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 سيفيريتي اوف اند اكستنت اوف ال في اتش ميجر باي تي باي ترانسوراسيك ايكو اسوشيتد وذ ريسك سالين كارديك سيفيرال ستاتس هاف شون ذا جريتر ريسك with maximum wall thickness 30 او اكتر تمام but there are few data in patients with extreme hypertrophy اكتر من 35 تمام فهو يعني 30 او اكتر دول اوريدي مال المشكله في في النقطه اللي بعديها بقى الجريدينت المشكله هو اساسا هو يعني احنا جايين في الكلام طبعا الحاجه بعد كده family history of sudden cardiac death at a younger age تمام طبعا اهم حاجه هنا مركزين عليها الفيرست ديجري ريليتيف هو دايت سادنلي اقل من 40 سنه تمام with or without diagnosis of فوق لا يعتبر ريسك فاكتور او ال sudden cardiac death حصل في first degree relative في اي سن وهو معروف المرض تمام اوكي ده يعتبر ريسك فاكتور السينكوب طبعا ده طبعا لوحده ده ريسك فاكتور معروف الليفت اتريال دايمتر اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه تو ستاديز عملوا ريبورت للاسوشيشن ما بين الليفت اتريال سايز وsudden cardiac death لكن برضو مفيش ارقام معينه حتى الرقم اللي انا قلته هو مكتوب هنا بس ده اكسبرت يعني كونسنسس بالظبط كده الحاجه اللي بعد كده ال في اوت لو اوبستراكشن تمام اوكي هو هنا حتى مش كاتب رقم معين بس احنا زي ما اتفقنا واحنا قلنا قبل كده ان هو 50 ملم ميركوري هو ده يعني الثريشولد بتاع الانترفنشن هي مشكله ايه ان احنا الامريكان انت عارف الاوروبيين ما كانوش منزلين جايد لاينز على هوكم قبل كده كان الامريكا اللي منزلين وكان في كان دايما بنجيبها في الام سي كيو اللي هم الحاجات اللي تعمل هاي ريسك وتخليك تعمل اي سي دي كانوا ست حاجات تعمل هوتر وستريس وما كانش جريدينت منهم حتى كنا دايما بنجيبها سؤال في الام سي كيو يعني الجريدينت ما كانش ولا الايدج ولا جريدينت كنا دايما بنجيبها سؤال ونقول جريدينت كذا عشان هي دي النقطه اللي غلط فهم راحوا حاطين الجريدينت كريسك فاكتور وما قالوش رقم كمان يعني هو 50 من الاول هم كل بس هم مش قايلين ان 50 ده الرقم بتاع تعالج العيان لكن مش هو الرقم بتاع السادن كارديك ديث هو مفيش رقم يعني حتى ال في او تي ده الثيكنس مكتوب 30 بس لكن الجريدينت حتى لو شفت الكالكوليتر مفيش رقم انت بتحط الارقام وهو يطلع لك الريسك في الاخر هو الرقم كله معتمد على الريسك اللي انت هتحطه فانت مضطر غصب عنك تعمل الكالكوليتر كله من اول لاخر ومضطر غصب عنك انك ما تجيبش سؤال تاني في الام سي كيو في الحته دي لا بنجيبها بقى لنا ثلاث مرات ثلاث مرات ورا بعض جاي نفس السؤال ثلاث مرات غير ولد يعني هو حتى هنا كاتب حتى في البوينت نفسها ال في او تي اوبستراكشن ما قالش بريشر جريدينت هو بيقول لك ان وجود الاوبستراكشن نفسه اديت قوي بصراحه لما قريت الايه هو وجود الاوبستراكشن كنت حاطط السؤال في الكتاب وشلت الحاجه الاخيره الاكسرسايز بلاد بريشر ريسبونس ان انا لما بعمل زي ما اتفقنا ان انا اكسرسايز يحصل ايه ونشوف ان هو هم ليه بصراحه كانت لها ارقام يعني ان انا يحصل عندي دروب اوف بلاد بريشر باي اتليست 20 ملم ميركوري تمام اوكي فروم ريست تو بيك اكسرسايز اور فول اكتر برضو من 20 ملم ميركوري فروم بيك بريشر يعني مش اريزميا احنا مش بندور على اريزميا تمام بس هو النون سستين فيتاك هي الاريزميا اللي بيتعجبت عليها النون سستين فيتاك في الهولتر تمام بس انا ما بدورش على اريزميا في الاستريس انا بعمله في يعني اي عيان هوكا هو النقطه دي اصلا بس ثانيه واحده النقطه دي اصلا اسمها اكسرسايز نوت بريشر يعني النقطه دي اسمها نوت بريشر لو انت بتعمل له اكسرسايز وجاله نون سستين فيتاك هتقول عليها ريسك ولا مش تقول عليها ريسك ما اعرفش لا انا اقول عليها ريسك اند اي سو ات بس احنا لازم في الاخر نعمل هولتر برضه
انت اثبتت ان في نصص. لا قصدي ما طلعتش نصص تندي في الاستريس برضه لازم يعمل هولد طبعا. يعني لكن انا بقول ايه لو انت في الاكسرسايز ستريس تيست بتعمله بتاخد كل حاجه بس هو مش كاتبينها منها ما هو هو معتمد ان انت هتريكورد النصص تند على الهولد. افرض ان انت عملت الاستريس قبل يعني افرض انت عملت الاستريس ماشي ما هو لو هو برضه لوجيكالي اه بس هما مش كاتبين ان لو الاستريس يعني مش كاتبين في النص بتاعك انها تبان بالاستريس او كده. انت قلت ان الكالكوليتور بياخد منك كل الايتمز بس بياخد من الايتم دي البوزيتيفيتي بتاعها انها هاي هيمو دايناميك مش البوزيتيفيتي بتاعها انها تطلع ستريس انها تطلع خلاص هو هنا ده بقى ده يعني نظام شكل الكالكوليتور يعني بس كابل ده بتنزله من على الويب سايت على اه هما كاتبينه موجود على الويب سايت بتاع ايست كارديو موجود. هل بتخش يعني احنا يعني اللي بيخش على جايد لاينز اللي انت بتشوفها تمام اوكي هو ده يعني دي بس صفحه واحده هو في هو في دي كمان صفحه برضو اعتقد يعني برضو يعني حاجات كتيرة من اللي هي مشتقه من من الفيتشرز اللي لسه بنتكلم عليها يعني هو طبعا مش موضحين ايه الطريقه واحده يعني داخل ارقامه بيطلع ريسك انا عايز اروح والعب في الارقام شويه عشان اشوف مين اللي بيزود ومين هو اهميته ان هو ان هو مستخدم ان الريسك بتاع فاير بيرد مورتاليتي طالع يعني مستخدم في الجايد لاينز هنتكلم عليه. طب هل في اخره يقول لك هتركب اي سي دي ولا لا؟ هو واحد كان واحد في ما هو هو ده بقى اللي يعني تمام, تمام. طبعا البريفنشن اوف سادن كارديك ديث نمره واحد طبعا الحاجه اللي احنا الاساسيه ان احنا افويدنس اوف كومبيتيتيف سبورتس لكل عميلي طبعا بلس 1 كومبيتيتيف سبورتس اه ده اساسي تمام. الاي سي دي امبلانتيشن ريكومندد ان اول بيشنز هو ار سرفايفرز اوف كارديك اريست بيتاك او في اف اه تمام او جالهم سبونتينيوس سستين فيتاك كوزينج سينكوم او هيمنك كومبرومايز دي حاجه واضحه اه دي حاجه واضحه بكلاس 1 ولازم لايف اكسبكتنسي اكتر من 1 يير اه تمام. الحاجه بقى دي اول نقطه ليها علاقه بالريسك كالكوليتور هو اسمه اتش سي ام ريسك سادن كارديك ديث ده ريكومندد هو كلاس 1 ريكومنديشن ات ذا ميثود اوف استيميتنج ريسك اوف سادن كارديك ديث ات 5 ييرز in patients aged 16 years or more without a history of resuscitated VTAC VF or spontaneous sustained VTAC causing syncope or hemodynamic. يعني هنا دي نقطة خاصة بأنه بيدي ال scoring نفسه recommendation plus one إن هو مهم يعني. It is recommended that the 5 years risk of sudden cardiac death be assessed at first evaluation and re-evaluated at 1 to 2 years interval or when there is any change in symptom state. يعني واضح ان الوقت كلاس 1 بقوه جبت لك عيني تمام. الاي سي دي امبلانتيشن بقى استخدام هنا بقى استخدام الاي سي دي امبلانتيشن اكوردنج بقى للايه للسكور في العينين اللي هم 5 years risk of sudden cardiac death 6% or more اكتر من 6 اند لايف اكسبكتنسي برضو اكتر من سنه فوليوم طبعا ديتيلد كلينيكال اسسمنت وديكينج انتو اكاونت اللايف لونج ريسك اوف كومبليكيشنز والامباكت اوف ايه اوف الاي سي دي على اللايف ستايل. نيجي ده كان كلاس 2 اي كلاس 2 بي ان انا ممكن استخدم لو الريسك اوف سادن كارديك ديث اللي هو 5 ييرز من 4 ل 6% واللايف اكسبكتنسي برضه طبعا لازم تبقى ايه اكتر من سنه تمام اوكي احنا كده كلاس 2 اي لو اكتر لو 6% فاكتر او من 4% يبقى كلاس 2 بي ريكومنديشن بتاعي من اول 4 نفكر. طيب لو الريسك اقل من 4 تمام اوكي هنا احنا برضو كلاس 2 بي يعني واضح برضو ان يعني مش فارق قوي يعني احنا كنا الاول احنا برضو كنا كلاس 2 بي ليفل اوف ايفيدنس بي تمام ده بعيد اهو لا ثاني بس تمام هو من 4-6% كلاس 2 بي ليفل اوف ايفيدنس بي تمام هنا السادن كارديك ديث ريسك اقل من 4% تمام بس هنا يعني اونلي وين ذي هاف كلينيكال فيكتشر اند بروبن بروجنوستيك امبورتنس وين ان اسسمنت اوف لايف لونج ريسك اوف كومبليكيشن ذا امباكت اوف ان اي سي دي لايف ستايل نوت بن يعني سجست ان ات بنفيت انا مش شايف ان في فرق بين مش شايف انا مش شايف يعني انا يعني بس هنا ما ذكرش حته الايه اللايف اكسبكتنس يعني في هنا يعني ما ذكرش سالنا 4 تمام هو قال ان بس ستيل ريسك هو 4% 5 سنين طب هو كلاس 3 هو كلاس 3 لو ال 5 ييرز ريسك اوف سادن كارديك ديث اقل من 4% ومفيش حاجه نو اذر كلينيكال فيتشرز ذات ار بروفن اوف بروجنوستيك يعني بروجنوستيك امبورتنس تمام اوكي
طيب دي يعني دي كده جايد لاينز على الروتين فولو اب، ان انا طبعا لازم اعمل 12 بي سي جي وتراتوستيك ايكو كل سنه او سنتين في العين الستيبل، كل سنه اه من سنه لسنتين حتى في العين الستيبل او سنتين تمام. اوكي تغيرات ما بنفس السنه تمام. برضو لو في طبعا تشينج في السيمتومز حتى لو هم ستيبل ال 48 اورز امبلاتوري اي سي جي برضو نفس الفكره من سنه لسنتين برضو في العين اللي هم كلينيكال ستيبل، أو الناس اللي عندهم left atrial dimensions فوق 45 فأكتر، أو لو في أي new complaint. الكارديك ام ار اي هي class 2 بي may be considered في العينين كل 5 سنين في العينين اللي هم الستيبل، أو كل سنتين لثلاثة في العينين اللي هم عندهم progressive disease. symptom limited exercise testing should be considered every 2 to 3 years في clinically stable patients or every year in patients with progressive symptoms. أوكي يبقى يعني طبعا هو نمره واحد في التقييم هو الاي سي جي وبرده والترانسوراسيك ايكو يعني بعد كده احنا بنتكلم او الامبلاتوري اي سي جي بعد كده احنا بنتكلم يعني الدكتور اللي عندنا كان جي بي مع تمام هو اللي هيشوفه هو اللي هيقيمه تمام. في برده الحته دايما بنتكلم عليها اللي هو الاثليتيك هارت فيرسس الهيبتوتيك كارديوميوبثي، برده قلت يعني اجيب الكريتيريا المهمه اللي هي سجستنج او اللي هي فوتنج فور هيبتوتيك كارديوميوبثي اكتر. طبعا لو في فاميلي هيستوري، لو في فيرست ديجري ريليتيف افكشن الفيميل جندر بالذات، لو في اسيمتريكال سيبتيكال سيبتال هايبرتروفي، ال في ان ديستوليك دايمتر اقل من 45 ملم والليفت اتريال دايمتر اكتر من 45 ملم، بالكارديك ام ار اي الجادرينيوم انهانسمنت طبعا لو في ريبليسمنت فيبروزس ده طبعا، او في انيوريزم اكتر، او لو في ال في ثرومبس او حاجه ده بيبقى ماشي اكتر برضه طبعا مع واحد مش رياضي اكيد. دي برضه نقطه مهمه ان لو ما حصلش ريجريشن ال بي اتش مع دي تريننج 3 شهور. دي اخر حاجه هنتكلم فيها اللي هي ريبرودكتيف ايشوز في الومن وذ هوكم. هو طبعا في ستريس جايد لاينز قوي على ان لازم يبقى في يعني 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 بلاننج للكونسبشن للفيميلز اللي هم ديزيز بالهوكم. هم كاتبين ان في معظم الفيميل بيشنتس بالعكس بيبقى الهوكم ويل تبريتد ومفيش مشكله، بس لو بيزيد الفوليوم بس لو بلان يعني لو الموضوع بلان ولو جيف لو حصل البريجنسي في وقت العينه كانت فيه ستيبل وهي مهيئه نفسها وويل كنترولد وكل حاجه. طبعا هو دي حاجه انديكيتد في كل عيانين، كونسلنج اون سيف اند افكتيف كونتراسبشن انديكيتد ان اول وومن، كونسلنج اون ذا ريسك اوف ديزيز ترانسميشن طبعا. طب العيانين اللي هم فعلا بقوا بريجننت وعندهم ممكن طبعا نمره واحد في يعني في الاستخدام ان انا اعمل كنترول سيمتومز هو البيتا بلوكرز وبريفيربري الميتوبرولول تمام. اوكي لان هو ده الموست سيف بيتا بلوكر في الحد، مش الامرال مش البروبرانولول، لا هم كاتبين الميتوبرولول و والاتينو كمان كده مش مبقاش مريح بتاعي. الاتينو كاتبين بالذات الاتينو معلقين عليه تمام، كاتبين ان هو لا برضه في ريسك اوف فيت الميتوبرولول اللي هو في السوق بقى هو ميتوبرولول مش موجود لا موجود هو كومبينيشن هو في كومبينيشن اسمه لوجي ماكس بيبقى فيلوديبين مع بلوكيم مع بلوكيم ده لا بلوكيم ده اتينو بلوكيم بلوكيم تمام. الحاجة الثانية برضو ان انا لازم اعمل فولو اب كويس قوي برضو للحمل او للفيتال لايف يعني اثناء برضو اخذ البيتا بلوكرز، لان طبعا برضو احنا يعني البيتا بلوكرز ما هياش كومبليتلي سيف يعني او ما هواش حتى مش قصة بس هايبوغلايسيميا وفيتال براديكارديا، لا ده في كمان ريسك اوف جروس ريتارديشن او فيتال مالفورميشنز برضو موجود حتى لو قليل يعني. طبعا الطريقه المفضله للدليفري هي الماجنت دليفري ثيرابيوتيك انتيكواجوليشن وذ نون مولكولار ويت هيبرين وفيتامين كي انتاجونست ديبيندينج اون ذا ستيج اوف بريجننسي از ريكومندد. طبعا يعني المفروض ان في اول تريمستر وفي الاخر بعد 36 اسبوع يفضل طبعا المولكولار ويت هيبرين، وفي النص بيبقى فيتامين كي انتاجونست هو يعني مفيش مشكله منه. كارديفيرجن طبعا شود بي كونسيدر فور ريزيستنت اي اف. برضه كان في حته يعني برضه مذكوره عن ال حته ال عن حته الكونتراسبشن
تمام. يعني هي يعني هي يعني حاجات جنرال شويه بس هي يعني يعني الحاجات اللي ليها علاقه قوي بالهوكم. يعني مثلا لو انا هستخدم الاورال كونتست بيلز اللي هي بروجستين واستروجين دائما في ريسك اوف ثرومبوبليزم لازم اخد بالي عشان لو العين عنده اي اف او في ريسك اوف اي اف ان ممكن يجي ثرومبوزس. العين اللي هو هيستخدمه مثلا استروجين اونلي بيلز في مثلا ريسك اوف بلود ريتينشن اخد بالي برده من الريسكس. وما بستخدم العين وهم بيركبوا اللوب بيبقى فيه بلاد لوس كتير وبيبقى فيه ما اخد بالي وكذا يعني. بس مش اكتر من كده. هو يعني جنرالي الفيميل بيشنتس ار ويل توليريتنج وناخد بس بالنا نبقى كوشس اثناء الميديكال تريتمنت ويبقى فيه بلاننج. انا عندي عيانات يعني مريضات بهوكم منهم واحده مركبين لها اي سي دي واختها هم فاميليا الهايبرفكر مابس يعني في عندهم بوست فاميلي هيستوري صدر كارديس بنت اختها بس بنت يعني دول خلفه وجابوا عيال وكل حاجه وفي الاخر بنت اختها وهي حامل شي دايت ديورينج في 7 مانس انترميديت انفراكشن اوف ذا هول فاميلي. العينه بتاعتي اللي هي ركبت اي سي دي جالها اي اف وحاولنا نجيبها الاي اف لان الاي سي دي كان بيدينا ان بتاخد شوكس على الاي اف. هون في حاجه برضو اخيره ان برضو في في محاولات برضو تانية غير الاكوستيك ابليشن وغير المايكروبي ان بيتعمل برضو كويل ايبوليزيشن برضو في السيبتال بيرفوريتورز وممكن في حاجه اسمها سانو اكريليتس عند فتحين برضو في السيبتال بيرفوريتورز بدل الالكول. وممكن في حاجه اسمها دايركت ابليشن سواء بريدو فريكونسي او برضو كويل ثيرابي بتتعمل للستيبتال تيشو. اشكركم لو في اي حاجه. انا بس عايز اعمل تيك هوم مسج سريعه في الاخر. دكتور علي شبانه مدرس عارف مثلا انا علي شبانه مدرس القلب ان احنا البيشنت الهوكم احنا عندنا ثلاث حاجات في العلاج بتاعه ان احنا هنعالج السيمبتومز وهندور على الريسك اوف سادن كاردياك ديث وهندور على الريليتيفز السكريننج بتاع الفاميلي. ثلاث حاجات دول مهمين جدا لازم ندور عليهم. وغالبا عشان نعمل ده غالبا المريض هيحتاج يعمل ايكو هيحتاج يعمل ايكو كارديوغرافي هندور بيه على الجريديانت هندور على الثيكنس هندور على الليفت اتريوم سايز لان هي بقت جزء من الليفت اتريوم سايز بقت جزء من الريسك سيرتيفيكيشن. تاني حاجه هنحتاج نعمل له هولتر 48 اورز مش 24 اورز. نعمل له هولتر 48 اورز مش 24 اورز. وتالت حاجه غالبا هنحتاج نعمل اكسرسايز تيست نشوف الهيموداينامك ريسبونس للاكسرسايز عشان نقدر نعمل ريسك سيرتيفيكيشن للمريض ونشوف هيحتاج اي سي دي ولا طبعا مع كلينيكال اسسمنت. وغالبا كل ده هيحتاج يتعاد كل سنتين او ثلاث سنين مع الام ار اي اللي كل 3 ل 5 سنين لو كان قبل. شكرا للدكتور محمد عباس. شكرا جزيلا. تعالى يا رون. انا صورت شكرا. ايوه كنت عارف.